بين يدي هذا المصحف المبارك المكتوب بخط أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام تاريخ من العلاقة الوثيقة بين أهل اليمن ورسول رسول الله إليهم منذ أجابوه سرعة في فجر الإسلام الأول. يوجد هذا المصحف بنسخته الأصلية في مكتبة الجامع الكبير بمدينة صنعاء القديمة بعد نقله من مسجد الشهيدين بذات المدينة، وسمي بذلك نسبة للطفلين قثم وعبد الرحمن ابني عبيد الله بن العباس والي الإمام علي في اليمن، واللذين قتلهما بسر بن أرطأة من أتباع معاوية بن أبي سفيان. وهذا المصحف يتكون من مجلدين، المجلد الأول ينتهي بصورة الكهف، والمجلد الثاني يبدأ من صورة مريم وينتهي بصورة الحشر. هنا دم الشهيدين ستلاحظونه، وكما يؤكد الخبراء أن هذا الدم يعني ملاحظ عليه أثر القدم ومعرفة أنه دم، يعني حسب التحليل هو دم. وقد تم الحفاظ على هذا المصحف من ذلك الزمن إلى هذا اليوم توثيقا لهذه الجريمة وتوثيقا لهذه الواقعة وتوثيقا أيضا لارتباط اليمنيين بالإمام علي وحفاظهم على الذي على الهدى الذي جاء به من المدينة المنورة إلى اليمن. رغم ما تزخر به مكتبة الجامع الكبير من مخطوطات تاريخية كثيرة، إلا أن مصحف الإمام علي عليه السلام يعد من أهم وأبرز المخطوطات لقيمته الاعتبارية لدى أهل اليمن. والمصحف له قيمة تاريخية على مستوى العالم الإسلامي باعتباره أقدم المصاحف على مستوى العالم الإسلامي وعلى مستوى اليمن. والمصحف من أوله إلى آخره مكتوب بخط واحد من كاتب متمرس، كما أثبت ذلك الخبراء عندما أجروا عليه دراسات تاريخية معمقة، وأثبتوا أيضا من خلال المعامل أن هذا المصحف قد كتب قبل القرن الثالث الهجري. وهذا الارتباط هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم ببعثه علي بن أبي طالب إلى منطقة هذه المنطقة، ومعاذ بن جبل إلى منطقة الجند وما حولها. فهناك ارتباط كبير جدا. هذا الموروث العظيم يعني يشكل ملمحا واحدا من ملامح هذا الارتباط العظيم بين اليمنيين والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. يؤكد القائمون على المكتبة والباحثون وخبراء المخطوطات أن المصحف كتب بأسلوب خطي منضبط في عمومه بدقة متناهية ومن كاتب متأهل ومتمرس في الكتابة، ويشيرون إلى أن المخطوطة أجريت لها عملية ترميم في بعض أجزائها التي تعرضت للتلف، لكنها تمت بطريقة أولية بدائية، ويسعون مستقبلا لترميمها بطرق علمية جديدة. لدينا خطط دراسة عمل دراسة عن آلية سليمة وآمنة بدرجة 100% وما يقرب منها لترميم هذا المصحف بإذن الله تعالى كخطوة مستقبلية. سنبدأ بالتجربة على رقوق أخرى ليست تقارب هذا المصحف زمنيا ومن حيث كونها على جلد وغير ذلك، بحيث نقوم بعد ذلك إن شاء الله تعالى بترميم هذا المصحف. يتميز هذا المصحف بوجود نقشات تطريزات، لديهم اصطلاحات متعددة أصحاب هذا الفن في تعريفها كهذه النقشات وهذا التنقيط باللون الأحمر، وأيضا بداية الصور تتميز بهذه النقشات أيضا. مثلا هنا صورة قد سمع، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. المصحف المبارك يعد بالنسبة لأهل اليمن كنز لا يقدر بثمن، وجهود مشكورة للقائمين على المكتبة في المحافظة عليه إلى جانب اهتمامهم واحتفاظهم بالكثير من المخطوطات لعدد من علماء اليمن، والتي هي متاحة للباحثين والدارسين والمهتمين بالتاريخ الإسلامي والتراث اليمني في مراحله المختلفة.